السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطن الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الغرب بلا ما نساو خوتنا اللي في الغربه. موضوع اليوم راح نتكلموا على المقابله اللي كانت بالامس بين المنتخب المصري والمنتخب المغربي كاس افريقيا لاقل من 23 سنه، مقابله نهائيه في المغرب اللي صراحه المستوى نتاعها هارب. بكل صراحه مبروك للمنتخب المغربي حصوله على الكاس، ومبروك للمنتخب المصري الوصول للنهائي والمنافسة بقوة للحصول على الكاس والتأهل إلى الألعاب الأولمبية بباريس. بكل صراحة في زوج رابحين بالنسبة لي، علاش رابحين؟ لأنك لما تشوف مقابلة خويا مستوى، راك تهدر مستوى عالي، انضباط تكتيكي، لاعبين مستوى عالي، نروحوا للمغرب وبعدها نروحوا للمصر. المغرب اللاعبين تاعو حاليين طبيعة الحال مع مدرب محلي، لكن لاعبين يلعبوا في ينشطوا في انديه اوروبيه كبيره ومعروفه. عندك الزلزولي نتاع برشلونه، عندك بلال خنوس نتاع غانك البلجيكي، عندك ايوب عمراوي لاعب نادي نيس، عندك مسجل الهدف يانيس برقاوي تولوز الفرنسي، عندك سيباري لاعب اندهوفن، والقائمه طويله، الوافي اللي يلعب ايضا في لوغانو، والقائمه طويله اللاعبين المحترفين الموجودين في اوروبا. مدرب محلي بصح عارف شنو يدير، مدرب محلي عادل، ماهيش لاليس فيها فريق واحد. وراح نرجعوا للاتحاديه اللي تعتمد على مدربين صريح العبارة ما همش ما عندهمش اسم كبير في عالم التدريب، لكن لأغراض معينة باش كل ليستة تكون فيها فريق واحد. الفهم يفهم، رانا نخلوها من بعد هذيك. المنتخب المصري تقريبا التركيبة البشرية كاملة فيها لاعبين ينشطوا في الأهلي، الزمالك، فيوتشر، الإسماعيلي، بيراميدز، يعني الأندية اللي تنشط في مصر على كل حال ومعروفة، وخاصة الأهلي المصري والزمالك قطبي الكرة المصرية. إذن لاعبين محليين. مصر خاصة تعتمد على تكوين لاعب المحلي، لكن مصر ما فيهاش شراء الحكام وما فيهاش شراء المقابلات عكس بطولة واد كنيس، لأنك لما تشري حكام وتشري مقابلات وتبيع مقابلات راح تقضي نهائيا على حاجه اسمها تكوين. وش معنى هذا؟ انت اللاعب عندك تشري له الحكام، لاعب جون صغير عندك تشري له الحكام، زيد تشري له الماتش، كيفاش يتكون؟ هو اصلا الماتش مبيوع خلاص، او رابح داخل دوفيس رابح، تشري له الحكم صاي. اذا هنا قتلنا احنا حاجه اسمها تكوين، ما كانش حاجه اسمها تكوين. مصر عكسنا، بطوله محترفه باتم معنى الكلمه. بطولة المصرية ما فيهاش شراء الحكام وشراء المقابلات وبيع المقابلات، نشري ونبيع، ما فيهاش نشري ونبيع. إذن تكوين صحيح، تكوين صحيح، لكن وش ينقصها مصر؟ ينقصها لمسة المدرب، وهذا ما قامت به الاتحادية المصرية لكرة القدم، التعاقد مع مدرب كفاءة، مدرب سي في قوي، مدرب عنده اسم، مدرب حقق انجازات. ما يجيبلكش مدرب يتحكم فيه، وما يجيبلكش ما تجيبلكش الاتحاديه مدرب اللي يجيب لك فريق واحد. المدرب هو البرازيلي روجيريو ميكالي. هذا نعطيكم سي في زوج منتخبات حكمهم، برك ونسكت ما نزيدش. هذا المدرب امسك المنتخب البرازيلي اقل من 20 سنه في 2015 وصل معاه نهائي كاس العالم. اسمع مليح، هذا المدرب ومسك المنتخب البرازيلي لاقل من 20 سنه وصل معاه نهائي كاس العالم، زادوا جدوا فيه الثقه الاتحاد البرازيلي واعطوا له منتخب اقل من 23 سنه، المنتخب الاولمبي على طبيعه الحال في الالعاب الاولمبيه في 2016 في البرازيل تحصل على الميداليه الذهبيه. ما كاش اكثر من هك. البارح اللاعب المصري المحلي واللاعب اللي ينشط في اوروبا في انديه كبيره في اوروبا
ما كاش فرق كبير، مع العلم انه المغرب لعب على ارضيه ميدانه امام جمهوره، ما كاش فرق كبير، لان لمسه المدرب واضحه، انضباط تكتيكي، نغلق المساحات على المنتخب المغربي، نلعبوا لي كونتر اتاك، ومصر هي اللي كانت السباقه على التسجيل عن طريق اللاعب محمود صابر بقذيفه صاروخيه. بعد تسجيل المنتخب المصري لهدف خرجوا اللاعب بطاقه حمراء وبقى يلعب منقوص منذ الشوط الاول الى نهايه المقابله الى الاشواط الاضافيه. هل المغرب فاز على مصر بخمسة لصفر، خمسة واحد او ستة واحد او سبعة واحد او ربعة واحد؟ فاز عليه هدفين وهدف بصعوبة وبعشر لاعبين. هذه سموها لمسة المدرب، لمسة المدرب. فهمتوا علاش يجينا رزقي رمان ولاسات وبن اسماعيل؟ لان هذا من المدربين كاش يعرفهم في وسط رياضي كبير، يعني خاصة الناس يتبع كرة القدم الافريقية ولا كرة القدم بالمستوى العالي ما يعرفوهمش كانجازات كبيرة، ما يعرفوهمش. اما لا واش نديرو نجيبو هادو على واش؟ باش لي جوار نتاع الفريق نتاعي يلعبو في ليكيب ناسيونال، باش في كل ستاج نجيبو 8 10 لاعبين من الفريق نتاعي، في كل تربص للمنتخب الوطني لازم كل لاعبي الفريق هذاك يلعبو. هذا الفرق اللي بيننا وبينهم، هما ما يخموش المصلحة الخاصة، هما يخدموا مصلحة مصر ولا يخدموا المصلحة العامة تاع مصر ويخدموا المصلحة العامة تاع المغرب، كل واحد يخدم بلاده. احنا لا، احنا نخدموا مصالح خاصة. احنا ماذا بينا لي جوار يتباعوا، لازم لي جوار تاع الفريق نتاعي يتباعوا، فاهم يفهم. اذا تبقى كيما هكا، اذا نعرجوا على نتاوعنا. نتاوعنا منذ 2016 مرة واحدة جبنا مدرب عنده سيفي لاباس به، مدرب عارف شنو يخدم، جاب لاعبين تاع بطولة، وصل معاهم نهائي كأس أفريقيا لأقل من 23 سنة وخسر مع نيجيريا وتأهل ألعابه الأولمبية. هو بيير شورمان، بيير شورمان. من بعده صايب دوكا خلاص، مادام راحت الاتحادية هذيك القديمة دوكا لازم نجيبو ناس اللي يخدموا الفريق نتاعهم. الاتحادية القديمة كانت جابت مدرب وضعت فيه ثقة، المدرب انتقى كل العناصر الموجودة في البطولة الوطنية، حبيبات اللي جابهم وخدم بهم، وصلنا للنهائي. ما فيهاش فريق أفضل من فريق ولا هذاك فريق تابع الرئيس الاتحادية، ما كانش. علاش دائما نقول من أحسن يكون رئيس الاتحادية حيادي، متى ما عندوش فريق خلاص. بعد ما راحوا ذوك الناس وبعد ما راحت هذيك الاتحاديه جاوا ناس، فريق نتاعنا في كل ستاج يتكونفوكاو لي جوار، في كل ستاج من الاديسات وطلع، والنتيجه هاي اصفار. والان انا بكل صراحه نقولها ونعودها، انا مانيش متفائل خلاص. الاديسات الايفان 3 تجيب باللوفه، تجيب زياني، تجيب مطمور، تجيب ما تقدرش تحقق انجازات. علاش؟ علاش ما تحققش انجازات؟ لانك ما عندكش تكوين. لازمك تقدر تدير انجازات مع بلوفه ولا زياني ولا مطمور لما تعتمد على لاعبين مستوى عالي في اوروبا فقط. لان لو تقول لي كيفاش هم عندنا حبيبات واحد لاعب فنان، اللاعب الفنان اعرف بلي راه ما عندوش تكوين، راه موهبه ربانيه من عند ربي، موهبه ربانيه يعرف يلعب كره قدم، اما التكوين زيرو. كيفاش نقول لك؟ نعطيك بالدليل. انت كيفاش تكون لاعب وتشري له لي ماتش؟ تكون لاعب وتشري له الحكام، وين راح التكوين هنا؟ كاش حاجه اسمها تكوين. صاري العباره، الوقت الحالي وقت الشكاره، قلت بالامس الشكاره، اللي عنده شكاره مبروك عليه البقاء في البطوله هذيك، اللي ما عنده شكاره راح يهبط درجه ثانيه، ولا اللي عنده ضمير ما يشاركش. هذه هي. اذا يقدر ينجح باللوفه ولا زياني ولا مطمور بالاستعانه باللاعبين تاع اوروبا. بطوله واد كنيسه اللي قلت لكم حبه ولا زوج اللي يطلعوا اعرفوا باللي هذاك موهبه ربانيه، موهبه بالفطره، ما عندوش علاقه بالتكوين في الجزائر خلاص. انا التكوين في الجزائر فهمتكم كيفاش ندير التكوين، يشروا له الحكام ويشروا له المقابلات، كيفاش يتكون اللاعب؟ ما يتكونش. اذا الناس هذو مهربوا علينا بكل صراحه. الشيء اللي شفته البارح
ناس هربوا علينا في بعده صاي خلاص هربوا علينا. لازمنا باش نرجعوا لازمنا نحبسوا البيع والشراء، شراء الحكام، نهتموا بالتكوين القاعدي، نجيبوا مدربين ذوي كفاءة عالية، مدربين عندهم شهادات عليا ومدربين عندهم إنجازات وسيفي قوي. أما نبقاو نرقعوا فلان وفلان وندير وندير، ولا نجيبوا مدربين ضعاف نتحكموا فيهم ونقولوا لاعب بالقب الوطني فريق هذا كما درنا من 2017 إلى غاية الآن. ما ناش رايحين نوصل بعيد، دائما في النكسات ودائما في المستوى المحدود ودائما في المستوى الهزيل، نواصلوا دائما هكا. أنا صراحة كل صراحة انبهرت بالأمس، انبهرت مستوى هارب 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 بزاف كل صراحة. إذا في الأخير ملتقانا مع مزمن الفيديو، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.